الشاعرون على هدى من ربهم، أرواحهم تندس في الكلمات، متأرجحون على البيان يضمهم كفن السكون وشعلة الحيوات. ما وعدوك الرمز إلا وامتطوا خيل الجموح لحرمة الميقات. قد أوردوك الماء بغي توضؤ وتيمموا من تربة المأساة. نشاشة أوراقهم تمتص حبر الحائرات إذا انكفى وتفرغ المكنون من أنات. الشاعرون الرائعون الحالمون الآيبون الواهبون الخد للعبرات. هم هكذا ملح الوجود وشهده وتلاقي الأشباه في المرآة. حوج البحور إليهم متفتق عن حوجة البحار للمرساة. مترنحون بلا كؤوس خمرهم نزف الظلام بلجة المشكات. متأوهون كما الليالي سجدا وصباحهم يتخلل الغيمات. هم خلفوا الطوفان في أطواره واستقبلوا وجع القصيد الآتي. أبواب هذا البوح لما سكرت نبشوا الخيال فطارحوا الشرفات. وتأولوا معنى الضياء إذا مشوا في الجانب الغربي للظلمات. حتى إذا خلصوا إلى عرش الرؤى وجدوا ابتداء العرش في الصفحات. سلام، يا سلام. كأننا الآن نريد من جمائل القصيد والكلم مدائحا من الشذا معطرة تأتينا بها اليوم في صباح الشروق الدكتور مازن صلاح الدين عبد الله الطبيب والشاعر. أهلا بك وسعيدين جدا بك في صباح الشروق، وكان هذا أجمل مدخل وتعريف لك اليوم. جزاك الله خير، وصباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير على المشاهدين، وصباح الشعر. صباح السعادة والجمال بك، والصباح دائما يعني مرتبط عند الشاعر بكثير جدا من الحميمية الخاصة مع الصباح. بشوف الجو الآن كيف نحن قريبين على النيل والنسمات الجميلة. فكيف دائما بتحب تنظر للصباح؟ كيف دائما بتحاول تقرأ الصباح؟ الصباح إشارة لبداية جديدة، ليوم جديد. يعني اليوم الورى هو يوم انتهى وبيبدأ الصباح. وزي ما قلت أنت ذكرت هسه إحنا قدام ملهم الشعراء النيل وعلى جو صباحي جميل جدا وفي حضرة ناس وجمهور جميلين جدا، فده بيديك الإلهام والفتح لبداية يوم جميل جدا مليان بكل شيء، بالمصاعب، بالشعر، بالحلول، بالكل شيء، بالمشاكل. الشعر من المصاعب؟ الشعر من العقبات. أحيانا قد تستعصي القصيدة على الشاعر وأحيانا قد لا تستعصي. بحب أقول دائما أن القصيدة عبارة عن كائن فضائي لافف في المجرة بتاعتنا ومجرات كثيرة، فأحيانا بيختار القصيدة تختار الشاعر عشان بس تتجسد عن طريقه في الكرة الأرضية. يعني ما بختار أنا، هي بتختارني أحيانا. أتنظر إلى الشاعر كرائد فضاء؟ أنظر للقصيدة كرائد فضاء. والشاعر، الشاعر هو عبارة عن القصيدة كائن فضائي؟ كائن فضائي. والشاعر؟ والشاعر عبارة عن بس الآلية اللي هي بتدخل بها إلى الحيز بتاعنا كي تتجسد، فما بختارها وإنما هي تختارني أو تختار غالبية الشعراء. القاسم المشترك ما بين المجال الطبي ومجال الصحة بصورة عامة، ونشوف عدد كبير جدا يمكن معروفين، نعم، إذا كان في السودان أو على مستوى العالم، هم في المجال الطبي وعلاقتهم قوية جدا بالفنون. شنو سر الخلطة العجيبة دي اللي بتدينا هذا الطبيب، هذا الأستاذ، هو شاعر، هو فنان، هو متذوق بمعنى الكلمة؟ والله طبعا السؤال ده ممكن نجاوب عليه بطريقتين. طيب. الطريقة الأولى إنه الطب البشري بيشرح البشر، والشعر كواحد من أهم الآداب بيشرح الإنسان، ففي النهاية هي تشريح. نحن ندرس الطب البشري لكن في العلوم الإنسانية، ولا يتكامل الكائن إلا بالبشر والإنسان في حد ذاته. لكن من ناحية ثانية إحنا ممكن نعليها بحيث إنه نقلب السؤال، هو متين أصلا انفصل الشعر عن الطب حتى يعني نستفسر عن إنه كيف يلتقيان مجددا؟ لا أعتقد إنه منفصل، ولا أعتقد إنه بحب أقول دائما اللسان العربي متاح للكل، وهو عبارة عن تعبير ممكن واحد يعبر عنه بدون أي قافية ولا موسيقى ولا نظم ولا بيت ولا وزن.
ويكون تعبير عن الذات الداخلية، ويكون تعبير عن الحاجيات والحاجات والذاتية نفسها والشعر والجمال أكيد. فعند شخص تعبر كمقفى وعند شخص آخر تعبر بطريقة غير مقفى. في إجابتك الثانية كأنما تريد أن تقول لنا كإعلاميين ولجميع لا تظلموا الطبيب، فهو شاعر وطبيب وهما يمكن عينان في جسد وجسم. نعم. واحد. نعم. ماذا سنسمع؟ نسمع قصيدة كتبتها البارحة. سلام. تقول لك كل هذا الموج في ترتيله الأبدي يخلق موعدا، لك في انحراف الضوء عن تأبيده أزل يشاكس سرمدا، لك في انقسام الماء وجه تفرد يرجوك أن تتفردا، ولي التخبط في محاذاة القديم البكر كي يتجددا، ولي التساؤل كيف يجتاح الوقوف الصرف هذا المسرحي المقعدا، لي أوبة العبد الضئيل عن التخيل إذ تمشى سيدا، كم فيك بئرا عطل التأويل، كم قصرا بهيا شيدا، الشاعر الملهوف أعدم نصه من بعد ما أشقى الحروف وأسعدا، هو منة الأشعار حين تمرد، من علم الأشعار أن تتمردا، يا سامري العجل جسد كفره بالحبل حين تجسدا، قم وارتدي حبر الكتابات الشحيحة وانتهك حرم الكتاب مجددا، قم وانتشي واترك ثقابك والسجائر خلف سربك عسجدا، وتسلى بالهطل الطفولي الملامح إن أتاك مجردا، فلنا انعتاق الليل من أزماته قدر بأن يبقى القصيد مقيدا. حتى لا يبقى القصيد مقيدا، يمكن أن أنسى كيسي والحقائب والجواز وبذلة كل شيء خوفا أن يكون هناك تقييد لأي قصيد. شكرا جميلا لهذا الكلمة الجميل ولرواية على الانتفاء والخيارات، يعني لما كتبته البارحة فأطربنا اليوم. دكتور مازن يكتب من ثم يغيب فيعود ليكتب. نعم. هذا الغياب لاعب كرة القدم بصورة عامة عندما يغيب يحتاج يمكن لتجارب. نعم. إعدادية، يحتاج لتمارين. نعم. نعم. وتدريبات معينة حتى يستطيع أن يعيد اللياقة البدنية ويواصل. نعم. نعم. في مبارياته. نعم. ماذا عن الشاعر، وماذا عن الشعراء، وماذا عن مازن؟ والله لا أعتقد أن القاعدة حتتغير كثير هنا في اللياقة الذهنية بالنسبة للشعر. أنا بديت أكتب كان عمري 13 سنة، الوالد رحمة الله عليه لم يكن شاعرا ولكن كان متذوقا للشعر، وأذكر أنه أتاني بكتاب الأعمال الكاملة للشاعر الراحل نزار قباني، فبدأ عندي حب الشعر والكتابة على صحف طفولية. بعدين انقطعت فترة طويلة جدا لما انتقلت إلى أوكرانيا لدراسة الطب، وبعدين انشغلت في الحياة العملية والتخصص والتدريس، لكن رأيت أنه في جزء غير مكمل من الصورة كلها، لا بد أن أرجع مرة أخرى لكتابة الشعر، فرجعت نفس الطريقة الطفولية في الكتابة على الرغم من أنه في فارق زمني كبير جدا بين مازن ومازن. نعم. لكن بفضل الأصدقاء وبذات الأستاذة الكبيرة أستاذة ابتهال كريتر، يعني الشباب في بيت الشعر ومنتدى الشعر يعني يحتضنون وكانوا يعني يصوبون ما نخطئ فيه من الرسم بالكلمات، وأعتقد أن التجربة لسه متواصلة. ما أعتقد أنه في يوم حيصل مازن عبر مازن لمازن، أعتقد حتكون الرحلة متواصلة، وأعتقد ده أجمل شيء في الموضوع، إنه ما عايزين النهاية، عاوزين الرحلة نفسها. والله نحن معنا مازن وننظر لمازن حتى يصل لمازن، وسننتظر ذلك أيضا مازن حتى يأذن لنا برؤية مازن آخر إن شاء الله. نص أخير نختتم به هذا اللقاء الجميل في صباح الشروق لهذا اليوم. النص الأخير هو عبارة عن احتفاء بالشخصية السودانية، كتبت بالنص الفصيح، تقول على كيفي أكفن في ردائي وأسمو نحو شاهقة الفضاء، وهذه الريح تحرق ما تبقى
من الأكفان في كف المساء، أغض الطرف عن نزوات شعري وأعلو كيفما اتسعت سمائي. رمتني السحب في الأهواء سهوا متيمة وعادت لاحتوائي، وأمشي والنخيل له انحناء ومثلي من يقابل بانحنائي. خطايا تسير نحو المجد دوما ولا تمضي خطايا إلى الوراء. سأحبس الغريق ولا مياه لتغرقني فأغرق في دمائي، على كيفي أموت ولا أموت، ألون موجتي من كل داء، فإن رممت الدواء فباختياري لتصبح كل قافية دوائي، وإن شئت الرحيل فذا لأني سئمت المكث مع رمم الخلاء. أنا مدرمان لو أسمعت صوتي لصار الكون ينصت للدعاء. هنا الخرطوم مملكة القوافي ممددة على خط استوائي، كما بحري تدثر بالعقيق وترفل في نجيمات البهاء، ويجري النيل ما بيني وبيني وأيم الله موفور العطاء. وجوه الناس في أرضي جمال وسمرتنا تبشر بالإباء، رجالي موقف في كل درب ونسوتنا على قدر اللقاء. فلن تجدي خصومك بالرجال ولن يجدي التشبه بالنساء. حليلك لو حسبت الصمت ذلا وأن العفو يخدش كبريائي، فلا سلمي يدل على خنوع ولا حربي تدبر بالخفاء، ولا أزهو بأني من قريش ولا أرضي قبور الأنبياء، وما شاركت في عقر البسوس ولا رافقت ألوية المكاء، ولكني عزيز فوق سهلي لأن الله كمل لي نقائي. بداياتي أفصلها بكيفي، فمن سيخط فاصلة انتهائي؟ سأبقى والربيع إلى خلود وأنت من الفناء إلى الفناء. يا سيدي العزيز، الكبرياء على جبينك لائق، فتكبر ما يجزى أن تتواضع. أنا شاكر جدا لك حضورك اليوم في صباح الشروق، وسعيد جدا بهذا اللقاء. جميلة، الله يخليك. شكرا جزيلا. بهذا الجمال لابد لنا أن نختتم صباح الشروق لهذا اليوم، وأقول الآن سأختم كلماتي: لا أسف يبدو ولا خجل، هذه الأيام سأدفنها لكن بالذكرى أحتفل. تحيا فريق العمل، ما أنا إلا ناقل لمجهود هؤلاء الشباب، شكرا لكم.